kayang magilo. Pero sa silanganan, alab ng puso, sagdib mo'y buhay. Okay. Lupang hiniram, duyan ka ng magiting. Sahil. Sa manlulupig, di ka pa sisiil. Siil! Eh, wafi! Siil! Shu sa manlulupig, magdur shu. Tawul bila. Khalas, sit down. Wafi, wafi. Mabawal. Atal na yidi. Aud, 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 lashuf. Aud, hamalan. Shu amlit hala? Shu kintu am ta'amlu hala? Am tahadru arwah? Hadir arwah, bas. Am ta'amlu. عم تغني النشيد الفلبيني هذا النشيد الفلبيني؟ يا بس حلو والله بس أنا ما فيني اسمعه كتير إليه؟ بس تغني أكنس النشيد الفلبيني أو اسمه قلبي بلش يرف وعيني بلش تدمع كأني حاطط راسي بالراسة بالبصلة وعم بتقصها يلا أنت شو لك بالفلبين حافظ النشيد وحافظ كل شيء يلا أنا مرحبا يا أخي كل عارفين بشوف فريد الرئيس اثنين قوي وسط وهي واحد شو اسمه عصر لحظة ما توخسين لحظة أي تعط أي تعط أنت عم تشتغلي هون؟ أنا أسيستانت للكونسول شخصياً شو بك شو قاعد بقهوة أنت؟ طانت مين؟ لك ماشي طانت عم تقلك هي أنا مساعدته للقنصل حضرتك فريد الرئيس إيه أنا أوكي لأنه أنا هلأ عم بطلع على الملف اللي أنت مقدمه على القنصلية كرمال الفيزا عطيله خليه يجي يحكي معي القنصل القنصل منه فاضي لهالتفاصيل الصغيرة منه فاضي لشو عنده؟ اسم الله عليه هدم الشغل ما اطلع بعضه فريد روق خاطرك هيدي شغلتها هي تعمل هيك ليك عبي بس نكون نحن العالم الطقال الطقالي البرجوازية عم نحكي مع بعضنا انت لا تدخل انا ابن منزل الرئيس ليك الماي لك طب على راسي انت نجم وصفين يحكوا معي ما هي شغلتها هي ما عم تقلك القنصل غايب تفضلي شو بدك تعمليه ايه تفضلي ايه اوكي مشي فريد حضرتك فائزان اوكي ار يو اجنس الكسارين يس مام دو يو وونت تو ماري ذس مان يس اي دو بليز كم وذ مي اي جو انسايد اوكي اي ويل فريد يس كم وذ مي روحي ولا وين اخذتها سالتها اذا هي بدها تتجوزك قالت لها ايه قامت قالت لها ايه فوتي معي لجوا عايزتك بدي احكي انا وياك انت بدك تتجوز اجنس لوين اخذتها لجوا انت بدك تتجوز اجنس لوين اخذتها لجوا عم بسالك انت بدك تتجوز اجنس انا عم بسالك لوين اخذتها لجوا ما بعرف شو فاتوا يجرجروا ويحكوا انت هلا حاطط براسك تتجوز اجنس عباس شو اشبك عم تبحلي عم تعمل كومبينا معهم عم تطبي علي يا عباس انا عم بعمل كومبينا عم تعمل كولومبالي علي ما كولومبالي ولا ما بدك تقر وتبوط بطلي ما رح بقول لك انت بدك تتجوز اجنس خبرني ايه عباس انا بدي اتزوج اجنس ليش بدك تتجوز اجنس شو اخو مرايق لا ما اخو مرايق بس قل لي ليه انا بحبها بتحبها الا ما يكون فيها انها القصة احكي لها شوف انطق الشيء الصح قوله ليه بدك تتجوزها بدي اتزوجها ايه كلام بسرك عباس بسري ايه بيرغمي لا تجيب سيرة قدام حدا ما رح جيب سيري عم بالله وطي صوتك انه عم بحكي معك كرمال الباسبور عباس ها شفت انا قلت فيها انه اي باسبور باسبور الفلوبينا عباس بدك تتجوزها لأجنس كرمال الباسبور شو بدي فيها بتزوجها باخذ الباسبور بعد شي 3 سنين شو بتعمل بتظلي منها شي بومبينو وبحلقلها بومبينو صغير لا بومبينو كبير اي شو هذا بيخلف ولد دب من الاساس لا ما انت ما شو بدك تسميه عباس بيصير هيك عباس قال ايه شكله هيك فلوبيني بس اسمه عباس طب هلا ما تضيع لي عقلتي بهالقصه وبعدين شو بدك تعمل من ورا هذا البومبينو الحج ابوها حج مين ردونتو الكساري مين ردونتو عمي اسمه ردونتو ايه اسمه ليه عم تضحك؟ ما عم بضحك اسمه ريدونتو الكساري لا انت اسمك لكن عباس شاهي طب خلص ماشي الحال ايه شو بتريد ريدونتو يضحك على اسمك؟ لا بتخيل انا وقاعد انا وعمي بقول لي بدي هيدا صاحبك شو اسمه بقول له عباس شاهين بصير يعني لا 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 خلص عشان بدك تضحك عليك؟ طيب ايه شو اشبه ريدونتو الكساري؟ ما اشبه شيء الحمد لله صحته مثل النمر ليش انه شو في من وراه يعني قصه؟ عنده 3 محلات بمانيلا محلات شو فاضية ولا محلات فاضية ايه شو انت شو بدك تعمل انا بسير معي الباسبور عباس ايه بروح بقعد بمن الله طيب باخدك معي لهونيك ليلي ايه عباس ايه شو بدنا نعمل بزوجك اختها لاجنس بصير اني اختي سلفتي يعني وياك يعني بتصير انت عديلة لا انت عديلة يعني اتنيتنا عدلة لا فشرت انت عديلة طيب انا عديلك ماشي الحال ايه وبالنسبة للمحلات شو محلات نفتح هون عباس محلات فلافل شو بدك تفتح فلافل رايح على الفلبين لتفتح فلافل؟ لا انا كان جيب الفلبين لهون لافتح الفلافل يا لطيف ما في فلافل بالفلبين عباس مثل ابوك عمي ابو رياض الخالق الناطق نفس التركيبه وانت بسلمك الصندوق اي صندوق؟ صندوق المحلات تاع الفلافل طيب ليش ما بتعملها على غير شيء هيدا؟ جوز لك امريكانيه جوز لك كنديه نعم نعم شو بك شو امريكانيه كنديه استراليه خرطي
على شو خرطي ما بفهم؟ ما بيعملوا شيء باسبوراتهم؟ شو؟ ما مثل الباسبور الفلبيني عباس، باسبور الفلبيني هذا لكل العالم. هوليك بتروح تشتغل على المحطات وما تشتغل على المحطة وتجلس هون عباس وياخذوا منك تاكسي. معك حق معك حق. يصيروا شو ايش بك؟ ليش؟ هون عبليس عباس هديني على طول بالك اذا بتمدي ايدك عليها مرة ثانية يعني داوسي ما بدك تبكينا على حدا فيك تروح مسيو. ليش عم تبكيها؟ ما عم تبكيها روش. بتبكي لأنه حكينا مع بيا وبيا منه موافق إنه تتجوزك. نعم نعم عمي الحاج رودونتو ما موافق. حججته لرودونتو دغري هلا أنت؟ ليش بقى؟ ليش واي ليش والله واي رادونتا نو ماري مي واي واي يو دازنت وانت مي تو ماري يو واي بيكوز يو ار ليبانيز نعم لانك لانك لبناني ما بده ما بده اياها تتجوزها ارضينا بالفلبيني والفلبيني ما رضي فينا انت بطول بالك ماشي الحال بس اصلا مين قال لك انا بدي اتزوجها لو حاجه تقول لي انت مين بدك تتجوزها ما جاي قاتل حالك لحتى لي تتجوزها انا ايه؟ انا اعوذ بالله مش انت اللي جبتني على السفاره كشاهي بلا انا ومش انت اللي جيت قلت لي انا بجاي بدي اتجوزها لا بلا انا يعني معناته انت اللي كان بدك اياها لا ما انا حاجه تعمل لي فيها انا وبقى انا فريد خلص قولي لابوك منكفي عيشتنا انا وياك بالحرام والمحلات تعوله والباسبور ينهر يشرب ميته أنا ناطي الباسبور الفلبيني أنا ابن منصر الرئيس ديك الماي أيوة وظفك